ابرز الخاسرين اولهم ايلون ماسك. ليه؟ ايلون ماسك عم بيدفع حق شركه 44 مليار دولار بتسوى باحسن تقدير 25 مليار دولار. عم بيدفع 19 او 20 مليار دولار زياده بريميوم على شركه. السؤال هو ليش؟ ورح نرجع لليش. تاني اكبر خاسرين هن الفريق التنفيذي بتويتر اللي وقفوا ضد ايلون ماسك خلال مناورته للشراء وعدم الشراء. يعني من دافع عن شركته وعملها وبناها وجعلها بتسوى 44 مليار كان اول من دفع الثمن لصفقه الشراء لانه صار في نوع من تشفي لانه وقفوا بوشه. واليوم وعينا على خبر انه تم طردهم فور كوز لسبب ما، وبالتالي سيحاول ماسك انه ما يعطيهم تعويضاتهم وقيمه الاسهم اللي بتطلع لهم اللي هي حوالي 100 مليون دولار. يعني دافع بريميوم على شركه 19 مليار دولار زياده عن ما بتسوى، عم بيجي يتزاكى على اكبر اربعه بالشركه تنفيذيين عملوا شركه ب 100 مليار دولار بمستحقاتهم. هيدول ثاني اكبر خاسرين. في كاتيجوري لا خاسره ولا رابحه، هن اللي مثلنا مشتركين ومتابعين بتويتر.